اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في موضوع انا شايف ان احنا محتاجين نفهمه كويس قوي. صحيح اللي احنا هنتكلم فيه النهارده ده كتير من احواله بيكون مقاسي. احنا هنتكلم على جراحه الوجه والفكين. كلمه مقاسي الناس اللي في الوسط الفني الطبي، ما كنت هقول الوسط الفني، هو الوسط الطبي، عارفينها كويس جدا جدا. وبيني وبينكم كمان السينما والتلفزيون هي اللي بتصور لنا ده قدامنا قبل ما نشوف في الحقيقه. ربنا ما يوري حد الحاجات دي في الحقيقه، لكن في التلفزيون وفي السينما اوكي نتفرج يا عم، ما هي كلها جرافيكس وكلها حاجات يعني مش حقيقيه، حوادث، حوادث مخيفه، خبطات، اورام، مشاكل في الوجه والفكين. المشاكل بتاعه الوجه والفكين في ناس كتير مش عارفه ان ليها حلول وممكن يعيش بيها بمشكلة ما هنفهمها النهاردة عايش بيها. وجراحات الوجه والفكين جراحات معقدة عايزة طبيعة خاصة وعايزة فهم وعايزة كمان في بعض الأماكن في العالم عايزة نوعية معينة من الشهادات. لازم أكون مدرك تشريح بشكل كبير جدا لأنه كمية الأعصاب وكمية الشرايين وكمية الأوردة الموجودة في هذه المناطق وتعقيدها فوق ما أنتم متخيلين. أصعب تشريح ذكرناه هيد ونك، اصعب جراحات من ناحيه التعقيد كانت في الحته دي. التشريح بتاع الهيد ونك انا فاكره كان في سنه ثانيه طب كله، يعني اولى كنا واخدين ابر ليمبو ولور ليمبو وشست ومش عارف، ثانيه لوحدها فيها هيد ونك ده الاساس وحاجات ثانيه معاه بسيطه، لكن ده من تعقيد هذه المنطقه. اعصاب كثيره جدا، الغلطة بجون، الغلطة بفورة، شلل، وشلل مش عضلة من ضمن عضلة، ده شلل في الوش هيبان، هيبقى واضح جدا. فخلي بالكو من فهمنا لمنطقة مهمة اسمها جراحة الوجه والفكين. النهاردة كالعادة حوار ممتع جدا مع قيمة علمية كبيرة واسم كبير في صرح كبير طبعا مستشفى العربي، بنفتخر بوجودها معنا في الدكتور. النهاردة أكيد هذا الفخار بيزيد وبيتكون بشكل كبير لأن الموضوع مهم والقيمة العلمية والضيفة أكيد مهمة جدا. ضيفتي العزيزة النهاردة الأستاذ الدكتورة غادة المرشدي استشاري جراحات الوجه والفكين بمستشفى العربي وصاحبة زمالة كلية الجراحين الملكية بأدنبرا وماجستير الجراحة العامة والمستشار الإقليمي لكلية كلية الجراحين الملكية من عام 2016 لعام 2019. ضيفتي العزيزة في الدكتور. على مساحة أكثر من 20,000 متر مربع تم تشييد مستشفى العربي في محافظة المنوفية بالمعايير الطبية العالمية لتقديم خدمات طبية تعتمد على تكنولوجيا ووسائل علاجية متقدمة واختيار كوادر طبية من أهم الجامعات المصرية. وبعد إنشائها بوقت قياسي حصلت مستشفى العربي على شهادة الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية JCI عام 2017 ثم إعادة اعتمادها عام 2021 لتصبح أول مستشفى في مصر تحصل على اعتماد النسخة السابعة من JCI، إلى جانب الحصول 3 مرات متتالية على شهادة الآيزو 22000 الخاصة بجودة الطعام والتي تهدف لتقديم غذاء صحي وآمن للمرضى والزائرين. اسمحوا لحولي أن أنا أرحب بضيفتي العزيزة الأستاذ الدكتورة غادة المرشدي استشاري الجراحة المتخصصة في الوجه والفكين بمستشفى العربي وصاحب الزمالة كلية الجراحين الملكية بأدنبرة والمستشار الإقليمي لكلية الجراحين من عام 2016 لعام 2019. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بك. الحقيقة يعني قلما نتحدث في جراحة الوجه والفكين، ولذلك هو سؤالي الأول مقسم إلى قسمين. القسم الأول ما المقصود بجراحة الوجه والفكين، ثم القسم الثاني ما هي مميزات قسم جراحة الوجه والفكين في مستشفى العربي. تمام. أول حاجة تخصص جراحة الوجه والفكين هو بيجمع في جراحة الفم، في ناس فاهمة أن الفم هو الوجه والفكين، وبعد كده بنتكلم في تخصص جراحة الوجه والفكين الوجه عام. فإحنا بنبتدي من أول أبسط حاجة وساعات بتبقاش حالات بسيطة دروس العقل إلى الأورام السرطانية، فحاجة بتمر بكل ده. عندك حضرتك الحوادث حضرتك اتكلمت عنها، في الأورام الدموية، في التشوهات الخلقية وتصليحها، في بعد كده أنواع الأورام نفسها بتتعود من أورام حميدة وأمراض غير حميدة، وبعدين بنتكلم الجزء التجميلي بقى في جراحة الوجه والفكين.
الايرا اللي هو التقويم الجراحي. يعني انا في تقويم اسنان وفي تقويم جراحي. التقويم الجراحي ان انا بغير شكل المريض تماما، يعني عنده الفك العلوي فيه مشكله والفك السفلي فيه مشكله، بنغير، بنجيب الفك العلوي قدام، السفلي نرجعه ورا. انت بتغير شكل المريض. يعني في مرضى غيروا البطاقات الشخصيه بتاعتهم، في مريضه كانت جايه من دوله عربيه كتبنا تقرير عشان تعدي من الجوازات، شكلها اتغير. فهو في قسم تجميلي برضه في جراحه الوجه والفكين. اهم حاجه في قسم جراحه الوجه والفكين ان انت المريض بعد العمليه هو ما ملوش ذنب ان حصل له ورم او حصلت حادثه، فانت لازم تحافظ انك ترجعه على الشكل الطبيعي لقد ما تقدر. يعني مش عاذر ان هو مريض فانا عامل فيه اللي انا عاوزه في وشه واطلعه بسكار وبالندبات وابهدله، لا، هو الجمال ان انت بعد كل المقاسي دي يحس انه رجع انسان طبيعي. فدي يعني صعوبه التخصص. الجزء الثاني من السؤال بقى، انه هذه الجراحات محتاجة إمكانيات، محتاجة نوعية مخصصة من المستشفيات، من تجهيزات معينة، من فريق كامل متكامل. بالضبط زي ما حضرتك قلت، فريق. يعني كل معظم المستشفيات، احنا بنتكلم على المستشفيات الخاصة مثلا غير المستشفيات التعليمية، حضرتك الدكتور بيروح يعمل العملية وبيمشي. لا، مستشفى العربي عاملة غير كده. مستشفى العربي عاملة مؤسسة بتخدم اي حد عاوز. يعني هو يعني حتى في اعترافات جت من مراكز زي مثلا بورد العربي، بورد العربي دي شهاده قويه جدا في العالم العربي. طبعا ادت في مصر للمستشفيات الكبيره والجامعات، او المستشفى الخاص اخذتها المستشفى العربي، وكانوا دقيقين جدا في انهم يدوا المستشفى العربي الاعتراف، لانه حاسس انها مؤسسه، في فريق كامل بيشتغل، في تدريب. مستوى الدكاتره هناك، انت مش بتعمل عمليه وتمشي، انت سايب طقم دكاتره قاعدين 24 ساعه 7 ايام، كلهم شهادات زمالات انجليزيه. الفريق نفسه رئيس القسم الاستاذ دكتور حاتم المكاوي، ده مع طب بشري طب اسنان، اربع زملات كليه الجراحين الملكيه، منشئ الوجه والفكين في مصر، بايونير الشرق الاوسط، هو اللي نزل امتحان الزماله الانجليزيه في مصر، ومستشار اقليمي من زمان يعني لغايه ما يعني قالوا ما فيش. استاذ دكتور حسين ده زماله انجليزيه، انا معاهم زماله انجليزيه برضو طب بشري طب اسنان، يمكن اول واحده في مصر تعمل قصه. فتحس ان في منظومه، تيم كبير. برضو بنشتغل بنظام روح التيم وورك. يعني مثلا في خدمات بتحصل المستشفى العربي، ميزتها ان هي مش قايمه انها مستشفى خاصه بس. يعني هو زي ما عاملين النظام ان 100 سرير 100 سرير 100 سرير، فعندك نشاط تدريبي كبير جدا للاطباء اللي جايه من الدول العربيه. 100 سرير 100 سرير دي اللي يعني انا اعرف ان هم ماشيين 100 سرير خاص، كسرير خاص 100 سرير خدمات ممكن تبقى تامين، 100 سرير بتبقى للحالات الانسانيه او المجانيه الخدميه يعني. فانت عندك تيم ورك كبير، عندك كل التخصصات معاك في المستشفى بتخدم معاك، عندك كل الاشعاعات، كل مراكز الاشعه، كل العنايه المركزه، فانت ما بتحتاجش ان المريض يطلع ويدخل، انت المريض بتعمل كل الخدمات ليه في نفس المكان. لما اقرب برضو اكتر للكيسز، امتى الانسان العيله تاخد سواء طفل او شاب او اي حد في اي سيتويشن لجراح هذا تخصصه جراحه الوجه والفكين؟ حضرتك عندك من الاول في كل حاجه، يعني في عندك دروس العقل، في مشاكل مفصل الفك دي جراحه وجه وفكين، في حالات الحوادث، في حالات التشوهات اللي بيبقى فيها داخل فيها عظام الوجه دي جراحه وجه وفكين، حالات الاورام السرطانيه دي جراحه وجه وفكين. طبعا التقويم الجراحي، التقويم الجراحي لازم جراحه وجه وفكين عشان حضرتك بترجع لتطابق الاسنان، انت مش عاوز الشكل من الوش بره بس. يعني المريض كنت تعمل له عمليه ما عرفش يسنوا على بعضها، هو خلاص مش هياكل، انت عمل ايه؟ ما عملش حاجه. فدي حاجه. هل انت شايفه حضرتك ان الوعي بتاع الاسر العربيه المصريه فاهمه؟ يعني مثلا لما نيجي نشوف حالات يعني دي مثلا حاله ضرس عقل، بس ضرس عقل مش عادي. يعني حضرتك شايف الضرس عامل ازاي، نازل في الفك وورا العصب، وده ما يتعملش الا بنج كلي مثلا. وانت عاوز تحافظ ان المريض يطلع بعد العمليه دي بنسبه العصب ده ان ما يحصلش تنميل في الجزء ده كله. فده يقول لك ضرس عقل، بس لا، دي حاله صعبه. دي من الحالات اللي شغالين فيها جراحه الوجه والفكين، وبنعمل حالات يعني حضرتك تشوف واصل لغايه الفك السفلي من تحت، واتعملت عمليه والفك ما اتكسرش. دي لو مش واحد متمرس وعارف المنطقه وعارف التشريح بتاعها، المريض هيطلع بتنميل في اللسان وتنميل في الجفه، وهيطلع ممكن اصلا يدخل بكسر. كسر طب ما يعني انت ممكن تشيل الضرس تكسر الفك. دي حالات الاورام اللي بحكي لحضرتك على أمر. يعني ده حضرتك مريض شايل نص الفك العلوي، شايف منظره بعد العمليه طبيعي. كل نص الفك العلوي، نص الفك العلوي الجهه اليمين. الناحيه اليمين. يا دوب لسه اثار الجرح لسه باينه شويه كده. بالظبط محمر. بالظبط. وانت بتحافظ، عامل له طقم اسنان وعامل له حاجه اسمها ابتيوريتور قافل المكان كله،
وعامل كل ده، فده جراحه الوجه والفكين. لكن هو مش ذنبه ان عنده مرض سرطان يطلع مش هو. دي مريضه تانية عندها ورم في الفك السفلي، والصوره اللي بعدها هتلاقي فيه شريحه. الصوره اللي بعدها شوف المريضه كانها ما عملتش حاجه، كلها معموله من داخل الفم. يعني انت هو يعني في ناس مثلا يقول لك هو خلاص مريض، ما هو عارف انه عنده، وست كبيره يعني دي جدا، بس ليه انا اعمل سكار في وشها واعمل ندبه في وشها؟ نعمل انت خياطه دايما. حتى احنا نقول عندنا في التيم ان انا اتعب ساعه وساعتين زياده، بس المريض هيفضل طول عمره بعد كده مبسوط. فدي حالات، دي جراحه الوجه والفكين، انت مش بتشيل، انت المفروض. دي حالات الحوادث، شوف حضرتك الفك السفلي عامل ازاي. عدد الحوادث بتبقى خطيره. والصوره اللي بعدها دي حادثه، هو نفس المريض، شوف حضرتك شكل المريض بعدها بقى. دي طبعا كميه الشرايح والمسامير اللي اتحطت، صوره المريض بعدها كانه ما عملش حاجه. ده بعد التثبيت. بعد التثبيت. فده المفهوم النموذج، ان انت عندك ده حضرتك شايف بقى، ولا كان اي حاجه، ولا كانه عمل حادثه. لان احنا ما فتحناش ولا جرح من بره. فدي كل جروح من جوه. كل جروح من جوه بتاخد، يعني هي العمليات اصعب بكتير، بس بالنسبه لنا تشوف المريض بالمنظر ده وتفضل تقول الصوره دي، دي حاجه مش سهله يعني. طبعا دي بقى كلام حاجه، ده التجميلي بقى في جراحه الوجه والفكين. ده المريض عنده تشوه الفك السفلي متقدم على الفك العلوي. دي من اول حالات اتعملت كتقويم جراحي في مستشفى العربي. وطبعا انت معاك طاقم هناك تقويم وطاقم اسنان، عندك تيم كامل بيخدم معاك. الصوره اللي بعدها ده شكل علاقه الاسنان. الصوره اللي بعدها كلاس 3، ده كلاس 3 بقى خلاص، كلاس 1. كلاس 3 يعني الاسنان اللي تحت متقدمه كثير على الاسنان اللي فوق. كفك الفك نفسه مش اسنان. يعني ما طبعا باينه له كاسنان، لكن هي الفك نفسه. هو دلوقتي طبيعي جدا. العمليه دي بتاخد وقت قد ايه عشان يبقى كومبليتلي هيلد؟ اسبوعين بس. يعني الورم مفيش حاجه، لكن هو بيخرج تاني يوم العمل. يعني هو بنعمل العمليه تاني يوم بيخرج من المستشفى. تفاصيل العمليه دي ازاي بتتم؟ تفاصيل العمليه لازم يكون معانا تقويم شاطر بيعمل اسسمنت للحاله، بيقيم. يعني حتى بقول زي المهندس بيقول لي الفك ده انا عاوز يرجع كذا، الفك ده يطلع كذا، بتعمل مقاسات وبتعمل المريض سيميليتر شكله. حضرتك المريضه دي بقى دي اللي اخذت التقرير مننا علشان تعدم الجوازات، دي جايه من بره مصر. وبعدين ميزه المكان في مستشفى العرب، انت بتعمل الخدمه دي، الخدمه بره دي ممكن توصل لمليون جنيه مثلا، لان بتتكلم مثلا بالريال او بالدرهم. هنا طبعا الارقام مش كده خالص. ما هو بتتعامل بالجنيه المصري. بالظبط. فشوف حضرتك ده شكلها، وده اول اسبوع، وده ثاني اسبوع، واحده ثانيه تماما. فطالب التقرير عشان تعدم الجوازات لان شكلها اختلف. فده الجزء التجميلي في جراحه الوجه والفكين. فدي من الحاجات المميزه ومن العمليات المميزه في المستشفى. ايه انواع في جراحه الوجه والفكين؟ تسميه اسمها العمليات النادره. ايه بقى العمليه النادره؟ العمليات النادره اللي هي ممكن تكتبها ككيس ريبورت، ان انت تكتبها حاجه ما حصلتش قبل كده، او ما شفت يعني شفتها في الكتب تكست بوك قديمه زمان قوي يعني. وميزه المستشفى برضو ان احنا يعني عندنا ريسيرش سنتر، ان انت بتكتب الحالات وبتقيم. يعني المفروض في كذا حاله نادره اتعملت هناك، ففي مثلا الحالات اللي جايه في حالات احنا حاطينها في البرنامج. اول حاله حالات كلها كيس ريبورت. ده كيس ريبورت ليه بقى؟ دي تروما، دي حادثه. بس الغريب فيها بس الناس ما تخافش. لا الناس لما تشوف المنظر ده، دي سي تي، دي اشعه مقطعيه. اشعه مقطعيه. لا اصل الناس بيقول لك ايه يعني، انتوا جايبين لنا يعني بس 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 ما أنا ما احنا مش جايبين نخوف، احنا جايبين ندي امل ان انت حصلت حادثه العالم ما انتهاش. لان انت الجديد بقى اللي اتعمل في المستشفى، او يعني اللي احنا ماشيين بيه. بص حضرتك شوف مناخير الراجل عامل ازاي، وكل حكايه جرح بسيط، فطبيعي اي حد هيفتح من هنا وهيفتح من هنا. طبيعي يعني. بص حضرتك شكل المريض بعدها، الصوره اللي بعدها، ده طبيعي جدا. عملنا كل حاجه من جوه، ده كيس ريبورت. دي بقى حادثه اللي فات دي كان حادثه، هو نفس الشخص. يعني حتى بعتها الدكتور زميلنا في امريكا، استاذ، قال لي دي لازم تكتب، ما حدش في العالم بيعمل كده. فدي من الحاجات المميزه اللي بنعملها في مستشفى العربي. ان احنا كل العمليات ايا كانت الحوادث لازم بنعملها من جوه. من جوه من داخل الفم. من داخل الفم. يعني بص حضرتك شايف المريض ده كسر في عند العين والانف. والانف انت شايف العظمه دي منفصله تماما. وشاب صغير وقعد في الرعايه فتره. فده طبعا طبيعي، انت هتلاقي جرح هنا وهتلاقي جرح هنا، انت هتحط شرايح ازاي؟ شايف شكل المريض، الانف رجع تماما مكانه، مفيش اي جرح تماما. كنا عايزين نشوفه قبل، ما كانش له صور قبل؟ في صور بس في الرعايه، هتبقى صعبه شويه على صعبه. بتبقى طبعا يعني هو دلوقتي شايفين شايف الانف ولا كان اي حاجه. ده فريق عمل عمل الحكايه دي، فريق عمل. احنا القسم، يعني بقول حضرتك يعني استاذ دكتور حاتم مكاوي انا معاه، احنا معانا طاقم اخصائيين كلهم زمالات انجليزيه، الدكتور حسين جالي دي زماله انجليزيه، الطاقم كامل في المستشفى. دي بقى حاله
المفروض هنكتبها كيستريبرت. ده عنده ورم عظمي من المفصل الفكي واخد قاع الجمجمه كلها. والمريض جيب شكوى عاديه جدا، انا ما بعرفش افتح بقي، وراجل كبير حاجه 30 سنه قعد فتره يقول لك انا ما بعرفش افتح بقي. عملنا الاشعات المقطعيه دي هناك في المستشفى، لقينا المنظر ده. القاع الجمجمه كله مقفول بورم، ودرجه عملنا له اشعات تلفزيون يعني اشعات على الشرايين عشان نشوف واصل الشريان ولا لا. وبعدين شلناه بفضل ربنا كورم واحد، قطعه واحده، والجرح بتاعه كله جوه الشعر، فالمريض طالع مفيش حاجه. ده حجم الورم. والمريض طلع فتح بقه. الاجمل بقى ان المريض طلع على الاوضه ما راحش الرعايه. فكده يعني كده الناس ما يعني الرعب. دي بقى حاله من حالات السياحه العلاجيه. ده مريض، ده حاجه فاكر ايام الحرب في ليبيا كانوا بيتعرضوا لمشاكل كبيره. مشاكل كبيره، وكانت عربيات الاسعاف تيجي من المطار على المستشفى العربي على طول. هي المستشفى الوحيده عرفت توفر ليهم ان المريض يدخل الرعايه، موجود كل السي تي الام ار اي، الخدمات كل التخصصات بتشتغل، المريض ما بيتبهدلش في كذا مكان. فدي كانت خدمه كبيره. فبشوف دي الرصاصه عند الكاروتيد عند الشريان السباتي. واتقالوا لو رحت امريكا مش هتعرف تعمل. الرصاصه طلعت والمريض سليم. دي رصاصه على فكره يعني من شكلها كده، دي رصاصه بتاعت يعني جرينو حاجه سلاح تقيل. لا سلاح تقيل، مش مثلا رصاصه مسدس بتاع. لا 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 حروب. ده رشاش جرينوف بقى، قناصه يعني الحاجات اللي هي يعني في ناس كتير كانت تستغرب بيقولوا طب هم لا راحوا. كان بعد كده بالطلب العربيات الاسعاف بينزل من المطار على المستشفى، لدرجه المستشفى فتحت دور زياده للحالات اللي بتيجي. الناس بتيجي على هناك على طول. كل التحيه للشعب الليبي، الشعوب العربيه كلها اللي تعرضوا لمآسي، الشعب الليبي، الشعب العراقي، والشعب السوري، الشعوب اللي تعرضت الى يعني ضغوط رهيبه جدا، دي شعوب عظيمه كلها. واحنا عالجنا في مصر ناس كتير بينهم. دي حاله بقى من الحالات اللي احنا بنكتبها برضو. دي هتتسجل، دي حاجه اللي هيشوفها يقول لك ده حاله غرس اسنان عاديه جدا. تمام. المريضه دي عندها 35 سنه، عندها حاجه اسمها جوفانيل بيردونتايتس، اللي هو الاسنان كلها بيبقى فيه مشاكل في اللثه، فالاسنان كلها بتتخلق عندها. فالطبيعي انها تلبس طقم من 35 سنه لغايه ان ممكن ما نلاقيش عظم. فدي عملنا لها زرع العظم الفك العلوي والسفلي من عظامها هي نفسها. يعني العظم الصناعي انت كل تقدر حاجه بسيطه جدا، لا دي اتعمل كامل فوق وتحت، وعملت الاسنان غرسات مش غرستين عليهم طقم. فطبعا دي ثوره في عالم زراعه الاسنان. دي من اول الحالات عملت في المستشفى العربي. يعني احنا اول شغلانه فيها كانت في المستشفى العربي، وبعد كده بقى لنا حوالي 5 سنين بنشتغل بالنظام ده. يعني اي مريض عنده مشاكل لا بنعرف نزود القصه دي. لا لا ما شاء الله، انتوا عاملين حاجه، ده اللي انتوا عاملينه ده معجزات. الحمد لله معجزات بجد. انتوا مش متخيلين يا جماعه يعني سواء مثلا الحوادث، كسور الفك، الحاجات دي في الحوادث مخيفه جدا. لا والاورام يعني بنشتغل هناك كميه اورام، او المريض ما يطلعش متشوه، يعني دي اهم حاجه. ده نوعيه الخدمه مقدمه لمين؟ لكل الناس؟ كل الناس. كل الناس. ودلوقتي استجابوا فيها، انا اسمع التامين الصحي بدا يجي هناك في المستشفى العربي برضه. والسياحه العلاجيه يعني احنا اشترنا حالات، اول حاله حتى اشترناها هناك كانت حاله جايه للاستاذ دكتور حاتم الكاوي، يعني من مكان المستشفى الخدمات المقدمه للعيان كان ليبي، وكانت حاله خاصه جابوا لغايه المستشفى العربي واتعملت العمليه. كان ورم في الفك العلوي والسفلي. والمريض واتعمل حالات من جنوب افريقيا وحالات من اليمن. فكل يعني اي الدول الثانيه المريض بيجي من ودي الحاجه اللي المستشفى ايه منها بتوسع الانتشار بتاعها دلوقتي، ان السياحه العلاجيه، ان المريض يجي من المطار على المستشفى على طول. ففي ناس يقول لك طب المرافق، لا في فندق ممتاز. يعني كان في لسه قريب في مستشفى عربي اللي هي اوبريشن سمايل اللي هي الشفه الارنبيه، كان جاي كانت الميشن معموله انترناشونال عالميه، فكانت ناس جايه من امريكا والسويد وفلسطين، كل الدكاتره كانت في الفندق وبتخدم المرضى. اتعمل 66 حاله في 5 ايام. طبعا ده رقم يعني، ده الفندق. على الفندق طبعا ما احنا حفظناه خلاص. المستقبل بقى يعني ايه الخطط المستقبليه؟ هتطوروا ايه الجديد؟ احنا هنطور جديد. احنا عملنا تعاون مع البورد العربي، البورد العربي جه المستشفى واعترف بالمستشفى على طول من اول مره. طبعا شاف السيستم، يعني حتى من الريكومنديشن اللي كاتبها ان انا عاوز الطلبه اللي عندي اللي بتتدرب، يعني بعد دي مع كليه الجراحين الملكيه ادبره، الدكتور ممدوح العربي استاذ دكتور حاتم مكاوي، وده عميد كليه الجراحين الملكيه. وسكرتير ده كان في تعاون. الصوره دي صوره عظيمه جدا جدا الحقيقه، دكتور حاتم مكاوي طبعا غني عن التعريف. طبعا طبعا.
فالصورة دي كانت في كلية الجراحين الملكية. دكتور ممدوح كان راح علشان يبدأ تعاون بين كلية الجراحين الملكية ومستشفى العربي، اتعمل زي برنامج تدريبي، واحنا احنا اصلا نظام التدريب اللي بنعمله اللي هو زمالة الانجليزية، فبنعمل نظام اللي هو ستراكشر تريننج، يعني اللي يجي من الدول العربية او ايوه المصريين بيتدرب بنظام التدريجي، مش انت هتتفرج عبيت، لا انت المفروض بتوصل معايا بعد 3 سنين 4 سنين انت بتشتغل الحاجات اللي احنا بنشتغلها، مش جاي تنبهر وتمشي. ده وفد البورد العربي واعترف بالمستشفى، طبعا انبهروا من السيستم، الداتا نفسها، يعني حتى دي طالبينها، احنا عاوزين متدرب، موضوع ما فيش ورقه، كل حاجه على السيستم، كل حاجه على الكمبيوتر، عاوزين الناس تتدرب على القصه دي. ووصلوا ان هم لقوا في هايبر دي، انا ودكتور حاتم الكاوي في المستشار الاقليمي كليه الجراحين الملكيه، دي كانت حافه كليه الجراحين الملكيه بره. فوصلوا ان هم قالوا احنا عاوزين يتدربوا على السيستم، وطبعا العمليات اشادوا مستوى العمليات والتعقيم. دي كان موقع كليه الجراحين الملكيه، كان مستشفى عربي اسمها مكتوب، انه كان الدكتور حاتم وانا كمستشار الاقليمي، فاحنا المستشفى العربي مكتوب على موقع كليه الجراحين الملكيه. فدي من الحاجات اللي كانت مميزه جدا يعني. فاشادوا بنظام التعقيم، واشادوا يعني غير الوجه والفكين، واشادوا لقوا كل التخصصات، يعني لقوا هايبر بارك، الاكسجين المضغوط، دي حاجه صعب انك تلاقيها، كل انواع الاشعاعات بتتخيلها موجوده، الرعايه المركزه، حتى هم حاولوا مع العمليات قالوا طب احنا هنلبس اي حاجه وندخل، التمريض وقف لهم قال لهم لا مفيش حاجه اسمها كده، هتغيروا. ويعني دي الحاجات اللي عملوا عليها كومنت. فاعترفوا من المستشفى على طول. والتعاون مع كليه الجراحين الملكيه، فده نظام تدريبي. برضو بنفكر، والدكتور ممدوح العربي اقترح يعني كان في دماغه موضوع التدريب ده، ان الناس نعمل فترات تدريبيه زي مثلا الهند، يعني الهند عندك مثلا في ناس تروح سنتر هناك في الهند بتقعد فتره تتدرب وتاخد شهاده. فالقصه دي احنا بنفكر فيها دلوقتي، ان احنا نعمل يعني زي مثلا اوبريشن سمايل جت عملت 66 حاله، ففي ناس تيجي تتدرب فتره معينه بعدد معين وتقعد تتدرب، وكل ما تيجي ميشن نزود الليف بتاعها فتاخد شهاده بكده. التدريب بالنسبه للزماله الانجليزيه، استاذ دكتور حاتم مكاوي، فانت واحد زي ده انت بتتدرب تحت ايده ستراكشر تريننج في مستشفى زي دي بالخدمات دي كلها، وهتلف معاه في كذا مكان، فدي هتاخد شهاده بالتدريب تدخل امتحان الزماله، غير البورد العربي طبعا. ده شيء عظيم جدا، وخصوصا في التخصص العالم العربي كله محتاجه، يعني احنا بنتكلم في تخصص ايمرجنسي كمان، يعني في نسبه ايمرجنسي كبيره. احنا عشان كده من اول ما رحنا المستشفى احنا عندنا الدكاتره موجوده 7 ايام 24 ساعه، مش لما تطلبونا لا، واللي احنا سايبينه ده لازم يكون معاه زماله، يعني اقل حاجه. الحاجه الثانيه ان دلوقتي المستشفى بتفكر انها تعمل سنترز ليها في الدول العربيه، يعني يبقى في زي كلينيك يعني للعيادات، هي تفلتر حد يقول الحالات تيجي على المستشفى على طول، على الحالات اللي ممكن يعني او كبيره شويه تيجي عندنا. بالظبط. لا والحالات الخدمات، يعني التقويم الجراحي ده يعني مستشفيات كتير في مصر ما بتعملوش، بره بيعملوه باسمع ارقام فلكيه، يعني في الخليج وفي الدول العربيه، هنا مهما هيدفع مش هيدفع الارقام اللي يدفعها بره، هياخد نفس الخدمه. طبعا ما كانش احسن يعني. لا 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 ما شاء الله. لا احنا محتاجين ان احنا نشوف حلقات تانية كتير فيما يتعلق بالوجه، لان كل قصه في الوجه والفكين احنا النهارده ظلمنا، يعني حتى اللي احنا قلناه النهارده ده ظلمنا الحالات الحقيقه، ان كل حلقه أكتر. من دي عايزه حلقه. لا في المونتاج قالوا لي قليل، يعني كنا جايبين اكتر كمان. ده ماشي، ما هو طبعا احنا يعني كنا بنقول الحلقه بسرعه وننتقل منها، لكن كل حلقه قصه وموال، قصه زي دخلنا زي عملنا، يعني في حاله انا انبهرت بيها، الراجل اللي هي قبل وبعد دي بالذات، ده زميلي استاذ في امريكا قال لي دي لازم هنكتبها. دي كسره، قال لي ما اتعملتش. لا ويرجع كده سكارلس. يعني دي حاجه لا عادي، طب مفصل الفك كسور بنعملها انترا اورا، دي ما حدش بيعملها. من جوه من غير منظار. فدي ما اتعملتش. دي مثلا ده تقويم جراحي، دي اول حاله تقويم جراحي اتعملت في مستشفى العربي. ده كان رايح الجيش فطلبوا نعملها، او لا كان مقدم في كليه حربيه. كلها بتقدم يعني. طبعا ده مهم جدا الناس. ما هو احنا هنتكلم بعد كده. هي الحاله دي حاجه قصدك عليها. الحاله دي حاجه يعني، بصوا بعد بقى سيبك بقى من قبل خلاص يعني، اهو بعد ولا يعني عملنا له تجميل انف يعني. اعتقد مناخيره قبل الحادثه ما كانتش كده. انت نورتينا. نورك الله يخليك. يبقى الحوار ممتع دائما في هذه المنطقه، منطقه جراحه الوجه والفكين. انا في رايي وبكرر تاني، بكرر للمره العشر، انه هذه المنطقه معلومات الناس فيها قليل. الكونجينيتال انوميا، العيوب الخلقيه ما اديناهاش حقها. ده فيها حلقات بالظبط، ده في البيروبن سيندروم، الدكتور حاتم اخترع شدات باسمه معروف في امريكا لحالات التشوهات الخلقيه، والشكل بيختلف تماما.
تماما. طيب ما بيحتاجش تعمل شقة حنجري. اها. وما بتحتاجش والطفل بتشد. احنا في حالات اتعملت عندهم 15 يوم. 15 يوم. عيوب خلقيه. عيوب خلقيه. الولد ما بيتولد ما بيعرفش ينام على ظهره. اها. بيتخنق. ينام على ظهره. ففي بنعمل الشداد عنده 15 يوم وبنشد، والجهاز مسميه باسم لانه عامله بتصميم معين. وفي جهاز تاني الاورام السرطانيه، يعني الواحد احنا شلنا فكه فمش بنحرك فيه، عندنا صور محركين المولر من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن عظم فكه، وانت بنيت الفك نفسه. لا ده احنا محتاجين بقى ده يا جماعه، ده موال جامد قوي، بيتعمل على ارض مصريه. بيتعمل واتعمل حاجه رائعه جدا. نورتينا. بنورك. شكرا. ضيفتي العزيزه القيمه العلميه المتميزه الاستاذه الدكتوره غاده المرشدي، استشاري جراحه الوجه والفكين بمستشفى العربي، وصاحب زماله صاحبه زماله كليه الجراحين الملكيه بأدنبرة، وماجستير الجراحه العامه والمستشار الاقليمي لكليه الجراحين من عام 2016 ل 2019. و يعني من ضمن الحاجات اللي لازم تعرفوها انه لازم عشان تشتغلوا وتاخدوا الزماله البريطانيه لازم تجمعي ما بين الطب البشري والطب. احنا ماشيين من النظام ده. الطب انا واخده طب بشري وطب اسنان. حاجه عظيمه كده. اول واحده في مصر. نورتي انت. بنورك. خليكم دايما مع الدكتور. على مساحة أكثر من 20,000 متر مربع تم تشييد مستشفى العربي في محافظة المنوفية بالمعايير الطبية العالمية لتقديم خدمات طبية تعتمد على تكنولوجيا ووسائل علاجية متقدمة واختيار كوادر طبية من أهم الجامعات المصرية. وبعد إنشائها بوقت قياسي حصلت مستشفى العربي على شهادة الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية JCI عام 2017، ثم إعادة اعتمادها عام 2021 لتصبح أول مستشفى في مصر تحصل على اعتماد النسخة السابعة من JCI، إلى جانب الحصول 3 مرات متتالية على شهادة الآيزو 22000 الخاصة بجودة الطعام، والتي تهدف لتقديم غذاء صحي وآمن للمرضى والزائرين.